أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك جماعة في بلدتنا يدعون بالسلفيين، ويقولون إنهم هم الطائفة المنصورة، ويتخذون من الطعن في الدعاة والعلماء منهجا لهم بحجة الجرح والتعديل. السؤال: أرجو البيان، هل هؤلاء على نهج صحيح؟ وهل أنهم هم الطائفة المنصورة قول صحيح؟ أنا قلت ولا أزال أقول: الواجب على الشباب وطلبة العلم أن يتركوا هذه الأمور نهائيا، وأن يتوجهوا لطلب العلم، أن يتوجهوا لطلب العلم، ويتركوا مسألة هذا كذا وذا كذا، وذا مجروح وذا عدل وذا وذا، هذا من التشاغل بأمور الناس وزرع العداوة والشحنة بين المسلمين والانصراف عن طلب العلم النافع. اتركوا هذه الأمور، انصرفوا إلى طلب العلم، واتركوا هذه التوجهات كلها إلا التوجه على منهج السلف، هذا هو الواجب. والإنسان ما يزكي نفسه يقول أنا من الفرقة الناجية، يقول أرجو أن أكون من الفرقة الناجية، أما أنه يقول أنا من الفرقة الناجية، الله جل وعلا يقول: ولا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.